لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول انطلقت النسخة السادسة من البطولة الدولية السيفن كاب المقامة حاليا بالملعب الكبير في مراكش مشاركة متميزة لأبرز الشركات العالمية حيث خاضت اليوم الأول المباريات الإقصائية هذه ثاني مشاركة لنا إن شاء الله في انترناشونال سيفن كاب بعد العام اللي فات كنا خرجنا في ربع النهائي السنة الماضية ولكن ان شاء الله هذا العام عازمين باش نمشيو لو بلو لوان بوسيبل ولما لا نديو الكاس ان شاء الله المجموعه اللي طحنا فيها مجموعه قويه بزاف ولكن حنا في ان شاء الله باش نمشيو بعيد ونكملوا المشوار ديالنا في هذه المنافسات دوري في المستوى تبارك الله اه كل شيء يعني واخذ الامور على العاتق ديالو المسؤوليه لم الصحافه لم الناس اللي منظمين لم المسؤولين اجوردي كنتواجدوا بهذا لو تورنوا ديال دي هذا لو تورنوا اللي هي ماشي بشكل يعني بشكل رسمي اللي فيها دي دي زونسيان جوور اللي براتيكاو بالبطوله الوطنيه الاحترافيه بالقسم الاول والقسم الثاني <applause> دونك سوي سيرو المستوى غيكون عالي جدا هذه النسخة انضافت إليها كرة القدم النسوية لأول مرة بغية إعطاء فرصة المشاركة للشركات التي تتوفر على فرق نسوية هذه أول مرة نشارك في البطولة ديال سيفن كاب ومنها تعطى الفرصة للعضو النسوي ونتعرف على الفرق النسوية ديال الشركات الأخرين ومنا يكون تشجيع الفوت فيمينا المشاركه ديالنا في هذا 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 هاد التورنوا هادي هي كتشرف المراه واول مشاركه كنظن بالنسبه للصوصية ديالنا اللي كتشارك بفريق نسوي وكنتمنوا اننا نتعرفوا على هذه فرصه باش نتعرفوا على شركات وحدين اخرين ومن المنتظر ان تقام المباريات النهائيه لكل الفئات يوم السبت لتحديد ابطال الكاس الدوليه 7 كاب